هاي الساعة الذكية تسوي شغل أكثر من أي ساعة ذكية نعرف. والما يعرفني وياكم سيف الفارس، صانع محتوى تقني، أساعد على فهم كل ما نحتاجه بعالم التكنولوجيا. ويلا خلينا نبلش. هاي الساعة تقدر تقيس ضغط الدم أثناء التنقل بهذا الكيس القابل للنفخ، وحاصل على براءة اختراع ومستشعر عالي الدقة لقياس ضغط الدم بسهولة، وأيضا بتصميم رائع. استخدمت قارئ ضغط الدم بهاي الساعة وقارنته بجهاز ضغط الدم اللي عندي، وكانت النتيجة مطابقة. مو بس هذا، أيضا هي تحتوي على ميزات ذكية مثل التتبع واللياقة البدنية، والأهم مراقبة النوم التلقائي، وتخيل على مدار 24 ساعة، ويقيس معدل ضربات القلب والتشبع الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مساعدة الحياة اليومية الذكية. تحتوي على شاشة AMOLED عالية الدقة بمقياس 1.41 بوصة، وأنا أشوف الحواف سميكة مقارنة بباقي الساعات الذكية، وهاي تعطيها ميزة الشاشة ما تنكسر بسهولة. وأكيد مثل باقي الساعات عالية الدقة، دقة الشاشة تصل 360x320 وسل ستيل من الدرجة المتوسطة، وهاي أبعاد الساعة 12.9x38.54، بالإضافة إلى الشكل الأنيق والراحة بالاستخدام. والشيء الحلو الآخ هي البطارية تصل إلى 7 أيام بنظام تشغيل خاص بالعلامة التجارية YHE، وتقدر تراقب كافة النشاطات في برنامجها الخاص اللي بتليفونك، وأكيد من تربطه عن طريق البلوتوث. ومن تشتريها بالعلبة راح تلقى الساعة مدمج بها قياس ضغط الدم وكيبل USB للشحن بمخرج مايكرو USB، بإضافة إلى قاعدة شحن الساعة بمدخل مايكرو USB وكتيب المعلومات ودليل بدء السريع. والطريقة جدا سهلة لقياس ضغط الدم بهذه الساعة. يوجد طريقتين لقياس ضغط الدم. الطريقة الأولى تحط الساعة قريبة على قلبك وتسندها بإيدك الثانية، والطريقة الثانية تحطها على أي طاولة وتكون ويا مستوى القلب. والأهم باستخدام أي جهاز ضغط الدم تسترخي وتأخذ نفس عميق وتقيس ضغط الدم ليكون دقيق للغاية، وبالطريقتين راح تكون القراءة دقيقة. وتقدر تتحقق من التفاصيل اللي حترك لك إياها أسفل صندوق الوصف. أصدقائي أنصحكم باستخدام التطبيق وإدخال كافة البيانات، مهم ومفيد جدا، وهذا التطبيق راح يسمح لنا قراءة جميع البيانات وتسجيلها من خلاله. والتطبيق راح يعطينا ميزة العائلة، هاي الميزة اللي أنا أشوفها مهمة، يخلينا نراقب مو بس صحتنا وإنما نراقب صحة العائلة والأصدقاء. إذا تحبون أسوي فيديو مقارنة بين هاي الساعة وجهاز ضغط الدم، لا تترددوا وكتبوا إلي. والخلاصة يا أصدقاء، هاي الساعة موجهة لكافة الأصدقاء، ويكون شكلها بين الساعة التقليدية والساعة الرياضية، وأنصح بها وبشدة للأشخاص اللي يحتاجون متابعة الصحة بشكل دوري، وخصوصا الأشخاص اللي يقيسون ضغط الدم وباستمرار. يعني مثل ما عرفنا تقدر تقيس ضغط الدم هو بكل مكان، والسجل هي الحالة تلقائية في التطبيق. وأكيد نعرف النوم الجيد بالليل يعطينا أسلوب حياة صحي، وهاي الساعة راح تفهم نومك مثل درجات النوم من الخفيف إلى العميق لرفع مستوى وقت الراحة بكفاءة. وأتمنى أضيف شيء جيد وأساعد بهاي التقنية المفيدة، وراح تشاهدون رابط الشراء في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والما يعرفني وياكم سيف الفارس، وأشوفكم بالفيديو القادم. باي.